طيب الفضاء، نعم الفضاء، الفضاء هو الفراغ، هذا المكان اللي بين السماء والأرض، مكان فارغ. حمد علي، هذا المكان الفارغ ما بين السماء والأرض اسمه الفضاء. الفضاء أي الفراغ. جيد عظيم. هكذا يقولون إن الأرض بيضاوي شكل. خط الاستواء قسمين. انظر لو جعلنا هذا الارض الارض ترون الان الارض هل أنتم معي إن شاء الله تعالى؟ ها؟ أين؟ يقولون إن هذا هو خط الاستواء الذي في وسط الأرض. أين؟ رأيت؟ أين؟ هذا هذا خط وخط الاستواء، لكن بعد ما قلت استمعوا إلى ما قلت، قلت خط وهمي. يعني هذا الخط لا يرى أبدا، تفكر فقط وذكروه، وإلا إذا سافرت في الدنيا لترى خط الاستواء لا تراه بعينك أبدا. ها؟ بس أول مالك أنو كيف يرسم هذا ما يقول؟ لابد أن تأخذ جنوب والشمال، مخارج هي خط الاستواء،
فانا ده جواب التالي. ده كي حطوه هتولد باقي فرق بس ايه دي ما جيبه ما زلنا خمسة جاي مني بواش الطمي يا رجل ها هذا ما نحط المخلي يتفكر فيه وذكر لكن يقسم الأرض إلى قسمين. انظر إلى الجنوب والشمال، هذا جنوب وهذا الشمال، والذي في الوسط هذا هو خط الاستواء. أين خط الاستواء؟ هناك خطوط الأرض، خط الأرض. من الخطوط؟ الوصمة، خط الوصمة. وهمي. وهمي. من الخطوط التي تحيط بالأرض من الجنوب. إلى الشمال. انظروا هناك خطوط صغيرة هكذا. هذه الخطوط هي تسمى بخطوط الأرض، لكنها كلها وهمية، فهمتم؟ ها؟ أيوة. كو خير وفوق دور نعيان اللي سمعنا قد نبنات قارة إفريقيا، قارة آسيا، الجنوب والشمال. أمين. طيب ما في خطوط؟ هذه الخطوط الصغيرة هي خطوط الأرض. في جرد هذا؟ خط الأرض. نعم خط الأرض. من الخطوط التي تحيط بالأرض من الجنوب إلى الشمال. هذا خط الاستواء. هذا خط الأرض. انتهينا من هذه الخطوط؟ ها؟ نمشي. ها؟ تساوى. تساوى. يتساوى. المصدر تساوٍ أي تماثل. ها؟ أي صار سواء. لا هذا أكبر من هذا ولا هذا أفضل من هذا. فهمنا؟ تماثل أي صار سواء. كما بين هذا وهذا. كما بين هذا وهذا. هذا أفضل من هذا. أفضل منه. أكبر. من الجنوب إلى الشمال. نعم. عبد الرحمن، عرفنا معنى التساوى؟ أي صار سواء، يعني تماثل. نعم. شاهق. شاهق المرتفع. الشاهق المرتفع. قبل نقول ثلاثة أنا نغلق النفس. معنى الشاهق أي مرتفع. ما مؤنث شاهق؟ ها؟ شاهقة. شاهقة أي مرتفعة. شاهق مرتفع. وعكس المرتفع المنخفض. المنخفض. شاهق ما معنى؟
شاهد تقول لي تذكر كلمة جديدة ما أنا شاهد ها؟ ربطته في السمورة مرتفع ما سمعت ذكر؟ شكرا شاهقة المرتفعة هذا مذكر ما فقط شاهقة أي مرتفعة تماثل نعم 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 بعد ذلك مسطح أي ذو سطح مستمد مسطح أي ذو سطح ذو سطح ذو سطح مستمد تعرفنا السطح عندنا السطح همين نعرف الفرق بينهما إذا نجعل هذا بيتا أو نجعل هذا غرفة أو بيت هنا ما تراه بعينك هنا يسمى بالسقف والفوق يسمى بالسطح فهمتم هذا سقف البيت والفوق يسمى بالسطح مسطح أو مستوي ليس بمرتفع ولا منخفض مستوي هكذا ها المسطح أي هو سطح مستوي ليس بمرتفع ولا منخفض أي ليس هكذا بالواقع على شكل بيضاوي أي على شكل البيض البيضاوي بيضاوي أي على شكل البيض عرفنا الفرق بين السطح والسقف ها أين السقف شابه مثله شابه ما مضار الشابه شابه يشابه مشابهة أي مثلا صار مثله هذا يشابه هذا ما يشبهه شابه تسوى فيه شو ياباني شو ياباني الشابه هو يقام أم ياباني أها ها يا خمسة ها هي اسمها الجاف لكن المرة اللي هي اسمها بالنسبة للماء الأرض الترس فهمت وهي اليابس هو عكسه الرطب بوكاوري لكن هنا بمعنى الأرض عكسه ها انظر الأرض الأرض مقسمة إلى قسمين ماء ويابس المراد باليابس المكان الذي لا يوجد فيه الماء فهمت؟ وهو المراد هنا كويس؟ والماء أكثر من اليابس كما يذكر العلماء ها؟
هضاب. الهضاب جمع الهضبة. الهضاب جمع الهضبة. هضبة هضبة هضاب. ما معنى الهضبة؟ الهضبة معناه الجبل المنبسط. الجبل جبل جبل ليس بطويل. نعم منبسط. إذا كان هكذا لا يقال له الهضبة، لكن الصغير هكذا يقال له الهضبة. ليش طويل؟ الهضبة معنى الجبل المنبسط. اقرأ. قليلا يا مالك. قاحل هذا مكان قاحل، أي مكان لا نبات فيه ولا ماء. اليابس مثل الصحراء. مكان لا نبات فيه ولا ماء، أي مكان يابس. فهمت؟ لا نبات فيه ولا ماء. قال القاحل من يابس. فهمت؟ جدا مفهوم. هل تكتب معنا؟ ما معنى بيضاوي؟ ما معنى بيضاوي؟ على شكل البيض. وشارق ما معنى شارق؟ واصل هائل. هائل عظيم. الشيء الهائل شيء عظيم. والهائل أيضا مخيف، الذي يخيف الإنسان. جدار. هائل. جدار. 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 أمام البيت. لا، كل شيء عظيم. هائل، الشيء الأرضي يقول هائل، وكذلك المخيف. المخيف يعني ما يخيف الإنسان. هائل أي عظيم. ومخيف. سخر. مخيف الذي يخيف الانسان الى ليس يخاف. سخر. سخر. ما مضارع سخر؟ يسخر. المصدر تسخيرا. ومن سخر؟ زلل. زلله الله، يعني يتصرف فيه الانسان كما يشاء. الله سخر لنا الارض وسخر لنا الحيوانات. سبحان الله. الجمل حيوان طويل كبير ياخذه ولد صغير ويركب عليه.
نهاية. قاوم. 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 يقاوم. مقاومة. أي وقف أمامه للدفاع عن نفسه. مقاومة، وقف أمامه ليدافع عن نفسه، لم يهرب. حميد تفضل. المقاومة أو الخروج. لا تفعل. تقاوم الأسد. نعم الأسد. أسد. أو الأفعى. مقاومة. أنت شجاع. أيوة مقاومة المصدر. لو كان هذا الأفعى الغالب. مقاومة المصدر. نعم بعد المقاومة. الأفاعي جمع الأفعى. ما هو الأفعى؟ ها؟ أفعى. أفاعي. الأفعى معناه الحية. فإذا هي حية تسعى. الحيات خطيرة. خطيرة جدا. الأفعى بمعنى الحية. الأفاعي الحيات. من الثاني الحية؟ من الحية؟ من الحية؟ من قطع أو قطع أو قطع أو حية قطع أو ليس هو المعنى. يقال له الحي. حي الرياض. حي التفرزين. حي سنكان. سيزان. الإكسار. ليس هذا. لا هذا حية. هذا حي وهذا حية. صح. أيوة. صحيح. وفي السورة الحية. صقيع. صقيع معناه الجليد. صقيع أي جليد. هو جليد. الماء الجامد. الماء إذا صار يابسا من شدة البرد قال صقيع. يقال صقيع جديد. ليش؟ هو فلمي دي ماني كاو يا كاو كيني نقول مليمي ماني ولا ليش كده يا غرابني هيك
ميت بحسب هذا الكون جو الجو والجو ياتي بمعنى الفضاء وياتي بمعنى الطقس كلمه فهمتم الجو من معاني الفضاء ومن معانيه الطقس والمعنى الثاني الاجواء اي النواهي النهي كل هذه المعاني ودرجه هي وطقس الجو بارد الجو حار قسم ما في شده قسم مصدر قسم حمد هذه الكلمة في سورة النجم أفرأيتم اللات أكمل الآية وبناة الثالثة الأخرى تلك إن قسمة ليس لكم الذكر ولكم الأنثى تلك إن قسمة تغني قسمة ليس قسم بمعنى قسم بالتشديد ووزع أي جعله أقسام وجعله أجزاء فهمنا قسمه وجزاه معنى جعله أقسام وأجزاء تلك إذن قسمة ضيزة ومصدر قسم تقسيم ضيزة نعم مالك الأربعة جمع حضر ربع أربع وما معنى ربع؟ هذا هو الربع واحد تأخذ واحدا من أربعة هذا هو الربع والخمس واحد من خمسة السدس واحد من ستة والسبع وهلم جرا عرفنا معنى الربع الربع إذا مات الإنسان وترك زوجة وليس له ولد نقسم المال أربعة أقسام والمرأة تأخذ واحد لو مات وترك زوجة ما أربعة آلاف وليس عنده ولد كم تأخذ المرأة؟ ألف تأخذ واحد من أربعة نأخذ نوتي ألف الجنة.
جبنا دخل بصوتك هون.